الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم تتواصل التحديات وتتواصل الأشواط شوط تلو شوط، وها نحن وإياكم في انطلاقة جديدة موفقة بعون من الله سبحانه وتعالى في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغفير، هذا الكرنفال الذي أتى من أجله القاصي والداني من جميع أنحاء البلدان. مهرجان المؤسس، مهرجان وضعت فيه الجوائز الضخمة هنا والرموز والملايين. انطلق على بركة الله شوطنا السادس عشر الخاص بسن القعدان الاجذاع. هنا هذه الأسماء وهذه التحديات وجائزة هذا الشوط جائزة نقدية وضعت للفائز بالمركز الأول. أبدأ بداية مع مقدمة الأسماء لكي يتابع من يحتل المركز الأول. وقت يأتي في هذه اللحظات ليتكلم علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع من يقدم لنا وقت على المركز الأول. المركز الثاني أتابع وأراقب الوصول والانطلاق من قبل مهاوش لينطلق شعار بوضحة ليقدم لنا في هذه اللحظات مهاوش مهاوش راشد بن سعيد بوضحة المري من يدفع لنا بانطلاقة وتحركات. هذا هو مهاوش على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع وأراقب الوصول والانطلاق على ثالث الأسماء. ينطلق بن قريع، يتقدم بن قريع ويقدم لنا سياف عبد العزيز بن فاران. بن قريع المري يدفع لنا بسياف على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أتابع لاهي الله يا بن غريب حمد بن غريب أو حمد بن غريب بن راشد بن مصبح الاكتبي يقدم لنا لاهي ليتسلل بدوره إلى ثالث الأسماء. المركز الخامس أتابع وأراقب من حضر في هذه اللحظات، من وصل في هذه الأثناء. غزيلان وعتيق بن حمد بن محمد بن قريع من يقدم لنا غزيلان وانطلاقاته وتحركاته على مستوى خامس الأسماء. أيضا الدخول، أيضا التسلل والانطلاق من قبل مرعب لينطلق الفهيدان متعب بن عبد الله بن راشد. الفهيدان المري من يدفع لنا في هذه اللحظات بانطلاقة وتحركات مرعب على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى، للخمس المراكز المنطلقة والباحثة عن هذا الانتصار الكبير. عودتنا وين يا أبو وضحى؟ عودتنا وين وين وين؟ يا سلام، مهاوش 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 جاكم على اليوم الكبير، جاكم في هذا المهرجان الكبير. ما يبغى يمازح حد، ما يبغى يمازح حد. مهاوش على أول الأسماء يتقدم في هذه اللحظات. هنا ينطلق راشد بن سعيد بن راشد بوضح المري
مقدم لنا مهاوش على مستوى المركز الأول. المركز الثاني، الله الله الله، لا هي من يحضر، حمد بن غريب بن راشد الاكتبي من يقدم لنا لاهي على المركز الثاني. ينطلق في هذه اللحظات ممنيا النفس لانتزاع هذا الناموس والشرف الكبير. المركز الثالث، ارى من الجانب الاخر بن قريع من يصل في هذه اللحظات ويعلن التهديد ويعلن الحضور بانطلاقة وتحركات. غزيلان، غزيلان هو الحاضر، غزيلان مع عتيق بن حمد بن قريع المري. من يقدم لنا غزيلان؟ غير وانطلق إلى المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع الحاسم القادم والمنطلق في هذه اللحظات، علي بن سالم بن خنيفر الخنأ. هنا النصيري من يقدم لنا الحاسم على ثالث الأسماء، ولكن المركز الرابع أتابع الوصول وأتابع الانطلاق من قبل شعارك يا عاطف يا بن عطية يا القرشي. يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شعاره، أو هنا المفتي. المفتي من يحضر؟ المفتي هو المنطلق بواقع هذا الرقم. من يحمل الرقم 43؟ أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي مقدم لنا المفتي على مستوى المركز الرابع. والمركز الخامس، أتابع الفايز، مرحبا يا بن عقيل طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. من يقدم لنا الفايز وانطلاقاته وماركته الكبيرة؟ ماركة الفايز تتقدم في هذه اللحظات. ينطلق الفايز على خامس الأسماء، ولكن الصارم يصل، الصارم بن برقان يقدم لنا الباسل. هنا محمد بن بخيت بن برقان يدفع لنا في هذه اللحظات بالباسل على المركز الخامس. يتقدم شيئا فشيء، يغير شيئا فشيء. الصارم يصل ويعلن الحضور ويعلن التهديد. العودة وين؟ العودة إلى الألف والمئتين متر الأخيرة. يا مالك الحاسم، الحاسم مع النصيري. يقدم لنا الحاسم علي بن سالم بن خنيفر النصيري من يدفع لنا بالحاسم، ولكن بن برقان، بن برقان، بن برقان من غير وانطلق في هذه اللحظات، وكذلك الوصول والانطلاق من الجانب الآخر. من الواصل؟ من الحاضر في هذه اللحظات؟ هنا النعيمي يصل، يقدم لنا الذيب سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي، يدفع لنا بالذيب على مستوى المركز الأول. انطلق في هذه اللحظات الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، والمنافسة في هذه اللحظات تشتد ما بين الذيب ما بين الباسل. الله 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 الله، ما بين بن برقان وما بين النعيمي. ينطلق في هذه اللحظات مقدم لنا شعاره، مقدم لنا هنا الذيب سعود بن عبد الله، سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي يقدم لنا الذيب بانطلاقة الكبار. ولكن الصارم، الصارم بن برقان، بن برقان يقدم لنا الباسل، الباسل والأمتار الأخيرة، الباسل وأمتار الجنون. الصامل، الصامل، الصامل ينطلق في هذه اللحظات. يا سلام، يا سلام،
سلام 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 يا الباسل سلام، تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي الباسل محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الذيب لسعود بن عبد الله بن احمد النعيم. المركز الثالث كان الوصول مع ثالث الاسماء. اذا تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي الباسل محمد بن بخيت بن برقان من قدم لنا الباسل. توقيته الزمني لحظة الوصول. من قدم لنا الباسل 9:32 9:95 جزءا من الثواني. سلام يا الصارم سلام. المركز الثاني وصل الذيب لسعود بن عبد الله بن احمد النعيمي 9:34 و11 جزء من الثواني، بينما جاء في المركز الثالث بارز لسالم بن زيد بن راشد بن انديله المري 9:37 و3 أجزاء من الثواني، ليأتي على المركز الرابع اغزلان لعتيق بن حمد بن قريع المري. المركز الخامس وصل الفايز لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل.